اللغة العربية بدأت معايا منذ الصغر، لأن إحنا بيت بيقرأ، بيت الكتب في كل حتة، وبيت بيتناقش في الكتب اللي هو بيقراها. فاللغة العربية في حياتي من وأنا طفل، يعني أبويا كان راجل متميز جداً وراجل مستنير وقارئ جيد، فأنا أعتقد أن أنا اتنقلت لي الصفة دي. طبعاً لما لقيت الشيء اللي أنا بحبه جداً وبعمله اللي هو الحلي، وبقيت أزور المتاحف، عيني وقعت على حلية من العصر الأيوبي مكتوب عليها العز الدائم. كان أول مرة أشوف لغة عربية مدموجة على حلي، ولأن أنا قارئة وبحب الشعر وبحب الحكم، قلت الله، طب وليه ما بتديش الحاجات اللي أنا بحبها أحطها على الحلي؟ فجات لي الفكرة من الحلية، وغالبا ده كان عقد لشجرة الطر، ملكة شجرة الطر. أنا يوميا بقرأ تقريبا، يعني ما أقدرش أنام قبل ما بقريت على الأقل ساعة. كل حاجة بحبها بحتفظ بيها في نوتة موجودة، يعني عاملة نوت للحكم، وعاملة نوت للأدعية، وعاملة نوت للشعر، وعاملة نوت لأحداث حصلت. فأنا طول وقت بكتب، حتى في يعني كتابي أنا كتبته من كتر ما أنا متمرسة على الكتابة. فلما بيحصل بقى أن احنا نعمل مجموعة، برجع للنوت اللي أنا شايلة فيها أحب حاجة وأقرب حاجة لقلبي أنا حبيتها، وأطلع منها وأحطها في الكولكشن اللي أنا ناوي أعملها. هي لغة غنية جداً ومفرداتها غنية جداً، واللعب بالكلمات. يعني شوفي مثلاً كلمة الحب في اللغة العربية، في 38 كلمة تعبر عن الحب، الهيام والعشق والشغف فلغة غنية. ما تنسوش أصولكم، لأن اللغة العربية مهما ترجمتها ما بتبقاش زي استعمال النص العربي. يعني لما بقول بيت شعر أو بقول حكمة وبقولها بالإنجليزي، ما هياش نفس الطريقة اللي هي بستعمل فيها اللغة العربية الأصيلة، لأنه بتبقى مختلفة، المعنى راح. الجملة اللي بحبها قوي وبحس أنها بتعبر عن السعادة، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. دمج الحكم العربية والأمثال العربية والفلسفة العربية في الحلي، اسمها مدرسة عزفة. محدش قبلنا استعمل هذه النصوص الجميلة المتميزة، وإحنا لابتدينا الموضوع.